قال عن أنس أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا، وكان يهدي أو يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم الهدية من البادية، فيجهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، يعني لما بيجي يجي بدي هدايا لمنه النبي عليه الصلاة والسلام، ولما نجي يسافر الرسول عليه الصلاة والسلام شنو يعني يجهزه كأنه يهدي له أو يهتم بأمره وهكذا ويجهزه لسفره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا بادينا ونحن حاضروه، يعني هو البادية، هو في البادية ونحن في شنو في الحضر، هو بادينا ونحن حاضروه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، يحب زاهرا هذا رضي الله عنه. وكان رجلا دميما، وكان رجلا دميما، يعني أنه لم يكن في جمال النبي صلى الله عليه وسلم وجمال أبي بكر وهكذا. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبيع متاعه، قاعد يبيع في السوق أو في المهم ببيع. فالرسول عليه الصلاة والسلام أتاه، قال: فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلف، فاحتضنه من خلف، إذا المرات يجيك من وراء ويمسكك صدره مع شنو مع ظهرك وباقي جسده يبتعد من باقي جسدك. قال: فاحتضنه من خلف، من خلف ولا يبصره الرجل، لا يبصر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أرسلني، قال للرسول عليه الصلاة والسلام أرسلني، يعني بالدارج ابتعدنا شنو أيوة في الكنيعة. ثم قال: من هذا؟ أرسلني، من هذا؟ فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره ببطن النبي صلى الله عليه وسلم حتى حين عرفه. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول، شوف الممازحة وين، يقول: من يشتري العبد؟ من يشتري شنو العبد؟ فقال: يا رسول الله، إذن والله تجدني كاسدا. شوف الصحابة ذلك، إذن والله تجدني كاسدا، يعني ما عندي قيمة كثيرة وعنده قيمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله عز وجل لست بكاسد. دي كفاية ولا ما كفاية؟ قال أو قال: لكن عند الله أنت غال. رواه الإمام أحمد. طيب، قال أخرجه أحمد والبغوي في شرح السنة وصححه الحافظ في الإصابة. طيب، قالوا عن عائشة، المثال الثاني، وعن عائشة قالت: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم، يعني أنا كنت صغيرة وجسمي لسه ما حمل شنو اللحم رضي الله عنها، ولم أبدن، يعني لم أصر بدينة، يعني لم يكن لي لحم وإنما لحم كثير، وإنما كنت جارية أي صغيرة. فقال للناس: تقدموا، ماشيين معركة أو في سفر. قال للناس: تقدموا. ثم قال لي: تعالي حتى أسابقك. قال لي زوجته بعد، قال للناس أمشوا قدام، قال لي زوجته شنو نسابق، يعني ده الرسول عليه الصلاة والسلام. حصل أنت سابقته؟ قال: تقدموا. ثم قال لي: تعالي حتى أسابقك. فسابقته فسبقته، لأنها كانت خفيفة الجسد. قال: فسكت عني الرسول شنو سكت صلى الله عليه وسلم. قال: حتى إذا حملت اللحم وبدنت نسيت، بعد كبرت شوية نسيت، ولسه شاب الوقت ده، لسه شاب. قال: خرجت معه في بعض أسفاري في سفر تاني شنو جديد. فقال للناس: تقدموا. قال: فتقدموا. ثم قال لي: تعالي حتى أسابقك. فسابقته فسبقني، المرة دي شنو الرسول سبقني صلى الله عليه وسلم. فجعل يضحك ويقول: هذه بتلك،
هذه شنو؟ بتلك. رواه الإمام أحمد. الألباني صحه، أورده في صحيح أبي داود وأيضا في سنن أبي داود. طيب المثال الثالث والأخير، قال: وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم، يعني قبيل يا جماعة الرسول مازح صاحبه صلى الله عليه وسلم، المثال الثاني مازح شنو؟ زوجته. تعالوا شوفوا في المثال الثالث، المثال الثالث، قالوا: عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم فرأى أبا عمير حزينا، رأى أبا عمير حزينا وهو طفل صغير، فقال: يا أم سليم، ما بال عمير، أو ما بال أبي عمير حزينا؟ قالت: يا رسول الله، مات نغيره، عنده طائر صغير شنو؟ مات. والطفل لما يكون عنده طائر صغير ويموت بيحزن ولا ما بيحزن؟ بيحزن. كان بربي له حمام والكير مات، ولا بربي له جداد والديك مات، ولا بربي له طير واحد من الطير، ولا عنده طيرة وماتت، بيحزن. الطفل ده حزن. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأم سليم، قال لها: ما بال أبي عمير، هنا قال في النسخة ما بال عمير وأبو عمير، ما بال أبي عمير حزينا؟ قالت: يا رسول الله، مات نغيره، طيرته ماتت يعني طائره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يعني حتى أضحكه، يعني صار يسأله عن طائره حتى أضحكه صلى الله عليه وسلم. أخرجاه في الصحيحين: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ أخرجاه في الصحيحين، يعني في البخاري ومسلم. وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وخاصة في رمضان، وفي غير رمضان كان جوادا صلى الله عليه وسلم، كريما، يعطي عطاء من لا يكاد يخشى الفقر، لا يخشى الفقر.